أكدت مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة شباب ناشط أجل يوث تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتحفيزهم وإعدادهم لقيادة التغيير في المستقبل بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية. كما أضافت المؤسسة أن معسكر المبادرة المزمع انطلاقه سيشهد تدريبات شاملة تغطي مجالات مثل الابتكار التكنولوجي والقيادة والاتصال الفعال لتجهيز الشباب بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات العصر.